الدلو سنة يحيط رقباب سنة استثنائية، دلو مثل العقرب والثور والأسد، ما عنده ولا معاكسة فلكية، لا بل عنده تحرر من قيود سابقة وعنده أرباح. بيعوض الدلو عن وقت الضائع وعن الخسائر. في مركز أو منصب هو عم بيحلم فيه ما قدر وصل له، فجأة هذه السنة ستتاح له الفرصة ويأتي إلى عمل مهم وإلى مركز مهم. بينفرد بعمل إبداعي أو اختراع، بيتحرر من ضغوطات ومن سلطة حرمته بعض الإنجازات، يعني في سلطة رح تزول من قدامه حتى هو يقدر إنه يوصل إلى ما يريد. بيخضع لعلاج جديد إذا كان مريض ينسيه الآلام السابقة. بيستريح من عناء في أواخر الصيف. فينا نقول له للدلو من الصيف وإلى آخر السنة، يعني حتى في من آب من شهر أغسطس حتى آخر السنة عنده شيء نهضة، انخراط في سلك جديد وفي انتهاء من زمن الأحزان ومراوحة المكان. في حب، إنما بالأشهر الأربعة الأخيرة، كمان مش راجل بالأول السنة. هلا إذا كان ساعي إلى طلاق أو فراق رح يعمل له، رح يوصل له السنة كمان. إذا في حسم بحياته، يعني الدلو ممكن يكون عنده سعي إلى طلاق وحيحصل في هذه السنة. للأسف ما حنعلق، مش احنا ما بنعرف حدا دلو بده يطلق، لا ان شاء لا الله، لا خلي ابو الكل اذا كان يتجوزوا. ان شاء الله. ايه في عنده سنه ايه ارتباط وفي كمان فراق، يعني عنده مفصل سنه، في عنده مفصل نقلة يعني شكله، ايه نقله الى وضع اجتماعي اخر. فرص جديدة.